السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم البنات غادي نحضروا مع بعض طاخت كلاصي بالموس نتاع الشوكولا والمذاق ديال القهوه اللي كتجي الصراحه رائعه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج جوج ديال البيضات، رشان تاع الملح، 60 غرام تاع السكر، 40 غرام ديال الدقيق، و 20 غرام تاع الكاكاو المر. غادي نمروا للطريقه نتاع التحضير. نضيف واحد الرشان تاع الملح على البيض، نضيف السكر وغادي نضرب هذا الخليط حتى يتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما ضعف عندنا الخليط ورجع بهذا القوام هذا، غادي نحبسه على تضرب، وغادي ناخذ واحد الاناء نخلطوا فيه الدقيق والكاكاو وغادي نغربلوهم ونضيفوهم على الخليط شويه بشويه، وحنا كنخلطوا غير بسباتيلا من الاسفل الاعلى طبيعه الحال، غير بشويه بحيت انايا راني هنايا مزربه الفيديو باش ما يطحناش هاد القوام نتاع البيض. من بعد البنات، من بعد ما رجع لنا الخليط بهذا الشكل، انا خديت واحد الصني نتاع الفران اللي وضعت فيه ورق ديال الزبده وفرغت هاد الخليط هذا في الوسط، وغادي نسرح واحد شويه السباتيلا حتى نتحصلوا على واحد الدائره اللي القطر ديالها يكون 26 سنتيم. لحقاش البنات انني غادي القطر ديال هاد لاجينواز غادي ناخذ منها غير 24، بعد غادي عاد نقطع الجوانب. هنايا البنات خديت شويه ديال القرقاع، شويه ديال بيبيت دو شوكولا طبيعه الحال اختياري، انا بغيت هذيك القرمشه تكون عندي في لاجينواز. من بعد البنات غادي ندخلها طيب الفران اللي يكون مسخن من قبل على 170 درجة من الأسفل الأعلى لمدة 10 دقائق. من بعد ما مرت 10 دقائق خرجت لاجينواز من الفران، هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. غادي نخليو لاجينواز تبرد على جهة ونمرو باش نحضرو لاموس تاع الشوكولا اللي غادي نحتاجو لها. 300 غرام تاع الشوكولاتة السوداء، 200 مليلتر تاع الكريمة السائلة، ونحتاجو على جنب 500 مليلتر نتاع الكريمة السائلة أخرى. نحتاجو هنا معلقة صغيرة نتاع قهوة سريعة الذوبان، وهنايا غادي نحتاج واحد جوج وراقي كبار أولا ثلاثة صغار نتاع لاجيلاتين اللي تقدرو تعوضوه بفلون كراميل. نمرو للطريقة. غادي ناخد واحد الكاسرونة غادي نوضعو فيها 200 مليلتر نتاع الكريمة السائلة، نضيفو لها ديك المعلقة صغيرة نتاع القهوة سريعة الذوبان. بالنسبه للقهوه اللي ما بغاش لاموس تجيب بالنكهه ديال القهوه ما يضيفهاش، غادي نوضحها على النار حتى تغلى. انا هنايا خديت ثلاثة ديال الوراقين تاع لاجيلاتين، حيت هاد لاجيلاتين عندي صغير، اللي عندهم قطع تاع لاجيلاتين كبيره يديروا غير زوج. غادي نوضعه في الماء بارد نخليه على جنب، ومن بعد ما سخنت مزيان هذيك الكريمه السائله مع القهوه غادي ناخذوا الورقات تاع لاجيلاتين نعصروه مزيان من هذاك الماء، وغادي نضيفوهم لهاد لا كريم ليكيد وغادي نحركو باش في الساعه يذوبوا لنا. ناخذوا الخليط ونخويوه على الشوكولا، نخليوه بضع دقائق، واحد جوج دقائق ولا، ومن بعد عاد نحركو الشوكولا. من بعد غادي نحركوها مزيان حتى تنسجم الشوكولاته مع لا كريم ليكيد بهذا الشكل، ونتاكدوا ان ما عندناش القطع نتاع الشوكولاته في الخليط. من بعد ما ذابت الشوكولاته في الخليط غادي نخليوها على جنب. وهنا البنات انا خديت هذا البول ووضعته في المجمد، وغادي نخوي فيه هذيك 500 مليلتر نتاع الكريمه السائله وغادي نضربها. من بعد ما ضربتها القوام ديالها يجي على هذا الشكل كما موضح في الفيديو. وهنا البنات غادي ناخذ الكناج والشوكولا ونتاكد انه دافي ماشي سخون، وغادي نضيفه على الكريمه وغادي ندخله في الكريمه بهذا الشكل. حتى
حتى ينسجم هاد الكاناج والشوكولا مع الكريمة كاملة، ويكون هذا هو القوام تاع موس وشوكولا بنكهة القهوة. وهنا البنات خديت هاد المول اللي القطر ديالو 24 سنتيم. بالنسبة لهاد لاجينواز انايا حيدت منها هذاك الجوانب، خديت القياس نتاع 24 سنتيم تاع هاد المول وضعتها فيه. انا البنات كنت صايبت هاد السيرو من قبل اللي وضعت فيه ربع كاس نتاع السكر وكاس نتاع الماء، دائما الكاس بعبار العنبة، وضعت القليل من القهوة، بغيته بلوغو ديال القهوة البنات، واختياري بغيتو ديرو فاني. من بعد ما سقيت هاد لاجينواز غادي نوضع هاد لاموس وشوكولا فوق لاجينواز بهذا الشكل. غادي نحاولو نوزعو هاد لاموس هادي على لاجينواز كاملة بهذا الشكل. انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نقاد لها الوجه ديالها مزيان باش من نديروا لها الكلاصاج تجينا لا طارت كلاسي مقاده. ومن بعد ما ننتهيوا البنات غادي نغلفوها بالبلاستيك الغذائي ونوضعوها في المجمد. اللي عندها الوقت تقدر تخليها ليله كامله، انا بالنسبه لي خليتها ليله كامله، اللي ما عندهاش الوقت على الاقل 3 ديال السوايع في المجمد. بالنسبة للكراج تاع الشوكولا نحتاجو 250 غرام شوكولاتة سوداء و 200 مليلتر تاع الكريمة السائلة. غادي ناخد كاسرونة نوضع فيها 200 مليلتر تاع الكريمة السائلة وغادي نديها نوضعها فوق البوطات سخن، ومن بعد غادي نفرخها فوق الشوكولا. غادي نخليها واحد جوج ديال الدقايق تذوب دوك الشوكولا، ومن بعد غادي نحركوها مزيان حتى نتأكدو ان الشوكولا كلها دابت مع لاكخيم ليكيد. ومن بعد الكناج تاعنا يصبح على هذا الشكل، غادي نخليوه يدفى واحد شويه وغادي نخويوه فوق لاطارت. من بعد ما غادي نديموليوها من المول. انا خديت هنايا لاطارت ديالنا حيدت لها هذاك البلاستيك وبديت كنسخن لها هكا بيديا لهاد الجوانب هادو، راها كتحيد فاسيلمون البنات. بالنسبه اللي ما توفرش على بحال هاد المول البنات، انا راه عندي ولكن تعمدت انني نستعمل الاخر. ماشي كاع الناس كيكون عندهم بحال هاد المول، فبامكانكم انكم تستعملوا هذا او لا الاخر. غادي نمروا باش غادي نوضعوا الكلاصاج فوق لاطارت. البنات انا هنايا ما تديروش هاد الخطا اللي درتو انايا، فنسيت الكلاصاج وخليته جمد لي شويه، فحاولوا يكون دافي وتوضعوه فوق لاطارت. وبالنسبه للجوانب اللي ما وصل لهمش الكلاصاج غناخذوا الملعقه بهذا الشكل وغادي نحاولوا نوضعوا غير في الجوانب، ما نرجعوش نديروا مره اخرى من الفوق. وبالنسبه للتزيينه البنات انا خديت هنايا الفويتين، غادي نحاول هاد الفويتين نديروا في الجوانب نتاع لاطارت بهذا الشكل هذا كما موضح في الفيديو. بالنسبه للتزيينه البنات اختياري، تقدروا تزينوها بشي اللي متوفر عندكم بالدار وشي اللي كتبغيوه. بالنسبه اللي ما توفرش على هاد الفويتين يقدر ياخذ رقائق نتاع اللوز يحمرهم ويزين بهم في الجوانب. بالنسبه للوجه ديال لاطارت كلاسي، انا خديت هنايا شويه ديال الشوكولاته البيضاء اللي ذوبتها وضعتها في هاد البوشاده وشكلت خطوط بهذا الشكل. ومن بعد قلبتها للجهه الاخرى وشكلت خطوط بهذا الشكل ثاني. وهنا زينتها بواحد 3 حبات نتاع لي ماكارون. تقدروا البنات تذوبوا الشوكولاته وديروها في المجمد، ومن بعد غادي تحاولوا تهرسوها وتوضعوها من الفوق. مهم التزيين كيبقى اختياري، هذا تزيين بسيط بخطوط نتاع الشوكولاته البيضاء والقطع نتاع لي ماكارون. ومن بعد ما زينا طارت كلاسي ديالنا البنات كان هذا هو الشكل ديالها، تجيب هذا الشكل والمذاق رائع البنات. صدقوني البنات الا مذاقها رائع، حتى تجربوها وغادي تعرفوني علاش كنهضر. كما كنقول لكم دائما ان التزيين اختياري، زيني بهذاك الشيء اللي متوفر عندك في الدار.
وبالنسبه للكلاصاج ديال البنات كما قلت لكم فخصو يكون دافي وتفرغوه باش ما يجمد لكمش. لاحظوا كيفاش الكلاصاج لامع. وهنا البنات كنحاول نبين لكم ان الكلاصاج لامع كيبان اليد ديالي في لاطارت. غادي نمروا البنات باش غادي نقطع معكم واحد القطعه كما عودتكم دائما باش نشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي من الداخل. هنا البنات صراحة انا الوليدات ما صبروش عليها حتى تدفى واحد شويه في سطح العمل لانني انا خليتها ليله كامله في المجمد فراه كانت شويه مجمده. نتوما البنات من تبغيو تقدموها ضروري تخليوها فوق سطح العمل واحد شويه تدفى شويه باش ما تبقاش مجمده وعاد تقدموها. راكو عارفين الوليدات فاش كيشوفوا شي حاجه فما كيصبروش كيبغيو ياكلوها زعما في الوقت ديالها. من بعد ما قطعتها كان هذا هو الشكل ديالها. الصراحه كتجي لذيذه لذيذه البنات. وهنا كما قلت لكم كانت باقيه شويه مجمده فانا كنقطع وما كيقولوا لي عطيني ناكلوها دابا كنقول لهم استناوني نكمل غير التصوير. وبالنسبه اللي عنده الوليدات راه عارف هذا الشيء. فسمحوا لي البنات انا كنت باغيه ننزل هذا الفيديو قبل الصراحه ولكن لضيق الوقت فما قدرتش عاد اليوم كتب له انني ننزله. وكانت هذا هو الشكل ديالها البنات. هاد لاطارت كلاص الصراحه كتجي لذيذه وتقدري ديريها في لي زانيفيرسير في اي مناسبه يمكن لكم انكم تحضروها غير في البيت وتفرحي بها وليداتك والعائله ديالك. يعني كاين شي حوايج اللي كنشوفهم كيبان لنا انهم صعاب صراحه الانسان الا دار عقله في شي حاجه فراه غادي يتعلم لها. كان هذا هو الشكل والقوام ديالها البنات كتجي بهذا الشكل. انا هنا كما قلت لكم فكانت باقيه شويه جامده فكان عليا نخليها واحد شويه عاد نقطعها. لاحظوا الفرقه البنات. هنا من بعد ما خليتها واحد شويه شوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. نتوما خليوها تدفى كما قلت لكم باش يجيكم القوام ديالها بهذا الشكل. البنات وصلنا الى نهايه الفيديو. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. مع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.